مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده وحلقه مميزه من برنامجكم الوطني رواد الاعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجلا مميز، ومن زاويه رجال الاعمال الاكثر تميزا والاكثر كفاءه. رحبوا معي بالاستاذ وسيم، صاحب شركه العجمي للاستشارات الهندسيه. بدايه اسعد الله اوقاتك استاذ وسيم، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، تشرفنا بالمقابله. الله يزيدك شرف، تسلم لي. طبعا انا فخور كثير اني انا موجود هون. الان بدي اتعرف عليك واعرف الساده المشاهدين اكثر بحضرتك وعن بدايه حياتك العلميه والعمليه. كيف بلش موضوع البزنس معك؟ تفضل. وسيم عدلوني، مهندس معماري وحاصل على شهادة ماجستير في الإدارة ما شاء الله من مانشستر بزنس سكول بال 2012، وعندي خبرة أكثر من 32 سنة في مجال الهندسة المعمارية والإنشاءات، وشريك ومدير في شركة دايموند ديفلوبرز للتطوير العقاري. أسسنا فرع العجمي في دبي بال 95، وحاليا احنا مكتب العجم للاستشارات الهندسيه اكثر من 26 سنه في دبي. انجزنا اكثر من 1500 مشروع متنوع، من فلل سكنيه لبنايات لابراج لمكاتب، ابراج مكاتب وبنوك ومعاهد ومنشات صناعيه ومساجد، ومتنوعه من جميع المشاريع. ما شاء الله عنكم. الحمد لله، يعني سي في مشرف، خلينا نحكي برفع الراس. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طبعا الان خلينا نتعرف اكثر على الشركه، على تاسيسها وعلى الخدمات اللي بتقدموها للمجتمع الاماراتي وغير الاماراتي. تفضل. مكتب العجم للاستشارات الهندسيه متخصص في تصميم المباني والاشراف عليها. عندنا اكثر من 100 موظف حاليا في الشركه، من أقوم بتصاميم متنوعة وفريدة، والحمد لله لاقت نجاح وإقبال من عدد كبير من زباين العقارات. وطبعا نشرف على المشاريع ومندير المشاريع، إدارة المشاريع. عندنا مهندسين متخصصين مدنيين وكهرباء وميكانيك ومعماريين، ونؤدي خدمات لجميع أنواع الهندسة المتوفرة. جميل. طبعا أستاذ وسيم كرجل خبرة بسوق دولة الإمارات خلينا نحكي، وبزنس مان، شو بتشوف المنافسة بشركات الاستشارات؟ يعني إذا بنطلع على دبي هنا في كتير شركات استشارات، فكيف إحنا قدرنا نثبت وجودنا بهذا السوق الضخم والشرس؟ طبعا إحنا في مكتب العجمي منطبق الستاندرز العالمية، وعندنا الايزو الحمد لله صرنا أكثر من 15 سنة ايزو سيرتيفايد، ومنطبق الستاندرد تبعت الكواليتي مانجمنت، وعندنا مانيوالز للموظفين وبروسيجرز وبوليسيز، بالإضافة إلى أنه إحنا عندنا الأصول الرئيسية تبعتنا اللي هي خبرات المهندسين، وإحنا منقوم بتدريبهم دوريا. فعندنا مهندسين وموظفين ابتدوا معنا من أول ما أسسنا المكتب في دبي، يعني من 26 سنة أنا عندي موظفين من 26 سنة مستمرين معي لحد الآن، وهدول هم الأصول تبعت الشركة والخبرات اللي بنعتمد عليها. طبعا احنا واجهنا خلال فتره 26 سنه ارتفاع بالاسواق ونزول و زي ما تحكي ازمات اقتصاديه وهذا، لكن بجهود الموظفين اللي بيعتبروا حالهم هم ملاك للشركه، وتحملهم معنا في الظروف القاسيه واحنا مساعدتنا لهم، الحمد لله قدرنا نتخطى كل العقبات هذه وقدرنا ننجح في جميع المراحل، والحمد لله يعني معتمدين عليهم بالمستقبل انه نقدر نحصل على مشاريع اكثر وننافس اكثر، لانه هم الموظفين بيعتبروا حالهم ملاك. صح سيدي، احنا بنتمنى لك التوفيق والنجاح اكثر واكثر، وإلك ولشركة العجمي للاستشارات الهندسية، لانك تستاهل وتستحق تكون ناجح بحياتك استاذ وسيم. الان وين بتشوف حالك بعد سنتين من الان؟ يعني بلشته اتطورته الان وصلنا لهي المرحله، بعد هيك وين حنكون؟ حننتشر بالخليج؟
احنا مركزين على دبي اكثر شيء، الحمد لله عندنا مشاريع مهمه، ففي مكتبنا هم نعتمد على التطور والتوسع عن طريق احنا الادارات اللي عندنا بنعطي صلاحيات كامله لمدراء الادارات، فهم عندهم صلاحيه في حل المشاكل وفي تطويرها وفي معالجتها وفي تطوير الشركه. فالتطور والتوسع بيتم عن طريق الادارات اللي عندنا، واحنا الحمد لله عندنا مشاريع خارجيه خارج دبي وخارج الامارات، على سبيل المثال في سلطنه عمان بالتعاون مع شركات اخرى. فاحنا التوسع بيتم عن طريق الجوينت فينشر او الاتفاقيات مع مكاتب هندسيه اخرى في الخليج، في عنا مثلا بالسعودية، في عمان، في بعض البلاد الأخرى كمان بأفريقيا، منتم بالتعاون مع شركات هندسية أخرى. طبعا إحنا فاتحين مجال التعاون مع كثير من حتى محليا إحنا متعاون مع كثير من المكاتب الهندسية، وأنا على صداقة كبيرة مع أكثر يعني من مكتب هندسي، في علاقة قوية معهم ونتعاون معهم ببعض الخدمات مثلا مش متوفرة عندنا بناخذها من مكاتب أخرى بالتعاون، وهم كذلك كمان احنا بنأدي خدمات لبعض المكاتب الهندسية الكبيرة أو إذا كانت صغيرة. جميل، موفقين إن شاء الله. الآن بتعرف احنا عايشين هنا بدولة الإمارات، دولة رقم واحد بالعالم تنعم بالأمن والأمان، بالرفاهية، في البيئة الاستثمارية أيضا. فبنا رسالة شكر من العجمي للاستشارات الهندسية ومن الأستاذ وسيم كCEO للشركة لشيوخ حكام دولة الإمارات. نبدأها من عندك، تفضل. والله الحقيقة الشكر ما بكفي للإمارات، الحقيقة دولة الإمارات وحكامها وفروا لي أنا بالذات ولشركتنا كافة الاحتياجات اللي تساعدنا على النجاح على تحقيق أرباح والاستدامة في شغلنا، فهم موفرين كل الاحتياجات اللي نحتاجها، بما من ابتداء من الرخصة. يعني رخصة بدك تأسس رخصة بتطلع لك أقل من ساعة، عندك توفير لجميع الصلاحيات، توفير القوانين القوية اللي انت اذا صار عندك اي خلاف مع اي شركة او اي مالك يتم حلها عن طريق القانون، وعن القانون القوي واللي ينصفك وتاخذ حقك بكل يعني بكل عدل. كمان الامان، الأمان شغلة هاي، يعني أنا الحمد لله لفيت كثير من البلاد العالم ورحت مثل الإمارات بتوفير الأمان ما بتلاقي أبدا، يعني لدرجة أنه ممكن أنت مثلا تترك بيتك مفتوح ما حدا يجيك، أو مثلا في أمان في المنطقة. هاي النعمة هاي مش متوفرة في كثير من البلاد، فإحنا الحمد لله بوجود القادة دولة الإمارات موفرين كل هاي الأمور، احنا بألف خير والحمد لله نشكرهم طبعاً كثير على هاي طبعاً الأمور، ونحمد الله انه احنا موجودين في دولة الإمارات اللي نترزق منها طبعاً. وهاي شغلة كبيرة كثير، شاكرين جدا للقادة. صحيح، واحنا كمان من ABC العربية بنتشكر شيوخ حكام دولة الإمارات على الدعم اللي بقدموا لنا اياه وعلى التسهيلات اللي بعطونا اياها، ونتشكرك ايضا لاستقبالك الرائع لنا في الشركه الخاصه بحضرتك. ان شاء الله من نجاح الى نجاح، مزيد من التقدم. الان قبل نهايه البرنامج بس بحب اخذ منك موقع الشركه، وين احنا موجودين بدبي؟ تفضل. احنا مكتبنا موجود في دبي في شارع الرقه، في بنايه ماجد الفطيم اللي فيها فندق ايبز، والحمد لله صارنا أكثر من 12 سنة موجودين هون، من أول ما تأسست هاي البناية أول ما بدأت، والحمد لله من 26 سنة موجودين في نفس المنطقة، يعني في نفس المجال. جميل، الحمد لله. جميل. طبعا مشاهدين الكرام، أرقام التواصل في أسفل الشاشة مع اللوكيشن والويب سايت لشركة العجم للاستشارات الهندسية. بتشكرك مرة أخرى لوقتك الثمين أستاذ وسيم. يا أهلا وسهلا، شرفتونا. شكرا كلك. شرفتونا، أهلا وسهلا فيكم.
مشاهدينا الكرام، إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله.